وطر مرخبية تحية نضالية بندوية التلواء والدريالية الديمقراطية الشغل نعبر عن تأثرنا وتضامننا مع السادة الأساتذة على ما يعيشونه داخل هذه المؤسسة من ظروف تم حثها في البيان الموقع من طرف نقابتنا. نعبر أيضا عن دعمنا لهم في كل الخطوات الاحتجاجية التي يعتزمون القيام بها مستقبلا من أجل إعادة هؤلاء التلاميذ إلى مكانهم الأساسي والحقيقي اللي هو الأقساط، وأيضا عودة السادة الأساتذة إلى حضوراتهم الدراسية وحضوروا بهم مناسبة ومعطاء للتحسين الدراسي. وتحية نضالية الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمساندة رجال ونساء تعليم ثانوية عبد المؤمن الموحدي في نضالاتها التي استرتها منذ سنة تقريبا، وخصوصا هذه الوقفة الاحتجاجية التي تقوم بها هذا الصباح. والنقابة الوطنية للتعليم كما قلت المنضوية تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تساند كل نضالات وتساند كل الخطوات النضالية التي استرتها الشفيلة التعليمية في هذه الثانوية العامرة. وشكرا. إلى كل الأستاذات والأساتذة يا العلم الموحدي، نحن هنا لنثبت تضامننا لا مشروط مع هذا الملف الذي طال، وندعو المديرية إلى سرعة التدخل من أجل الحل العاجل لهذا الملف، وأن كل التلاميذ والتلميذات يرجعوا الأطفال ديالهم للمكان الطبيعي. لهذا اليوم بعد الوقفة هذه نحن نصدر ملحمة إن شاء الله تنتهي بالحل هذا الملف بحل جذري، ويعود الأساتذة إلى أقسامهم منتصرين إن شاء الله. شكرا لكم أعزائنا الكرام زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.